برافو يا دكتور، برافو. ايه يا تيسير باشا اللي انت عامله ده؟ ايه جو نادي الجندي ده؟ شعرك الطويل ولونك الابيض وشكلك الحلو كان اسلوبك في خداع يا دكتور. شكلي الحلو؟ هو انا خدعت بنت الجيران ولا ايه؟ امريكا حست لكم دماغك يا دكتور، ولعلمك هو ده اللي هم عايزينه. ايه اللي دخل امريكا في الموضوع؟ امريكا مش عارف، امريكا هوليود الشرق، سبايدر مان، سوبر مان، باتمان، ده انت هتتهان. خلاص يا جدعان اتفقنا؟ اتفقنا. اهو انا خايفه منك انت يابا. يسمع كلمتين الاول وبعدين نصالحه. يا جدعان عصفور واقف بره وجاي عشان يسترضيك و... بص يا نتاشا، زي ما ابوك كده بيقول، هو لازم يترجلش وياخد كلمتين كده وياخد حقنتين في العضل وبعد كده نسامحه. اللي غلط لازم يتعاقب. ماشي بس بشويش، ده الواد مكسور. يلا يا عصفور. بقول لك يا بنت نتاشا، على السكه وعلى الدغري كده، لو حد فيهم غلط فيا انا هديله بالجزمه. مين ده اللي يستجرى يغلط فيك يا عصفور؟ وبعدين دول ما صدقوا ان انت جاي تصالحه. طب يلا. يلا يا جماعه، عصفور جاي اهو يبوس ايديكوا ورجليكوا ويحب على جزمكوا كمان. فيها بخ مالك؟ حتى انت يا صاحبي يا اخويا مش عايز تسامحني؟ لا مش هسامحك عصفور، المره دي مش هينفع، انت بعتنا. صحيح ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. لا عصفور الكلام ده مش هيمشي المره دي. لا انا ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور، الموضوع ده بيضايقني. ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. عصفور صاحبي، صاحبي. عميز لو الموضوع يخصني انا مسامح فيه، انما اللي ما اقدرش اسامح فيه هو حق مصر. طب وايه المطلوب يا عم الممثل؟ تعرف يعني ايه مصر يا عصفور؟ طبعا اعرف يعني ايه مصر. انت هتفتي عم هيسة ولا ايه؟ انا قلت طبعا يبقى ما تعرفش حاجه عن مصر. مصر اكبر من كلمه طبعا. مصر هي العبوب في 73 يا عصفور. مصر هي خط بارليف اللي بهدلناه. مصر 3 بطولات في افريقيا. مصر هي امي، منها هو دمي، حتى لوني بني لون نيلك يا مصر. انا ما كانش قصدي اغلط في امك يا عم هيثا، ما انت عارف اتضحك عليا. خلاص بقى يابا. يعتذر لمصر اولا. اعتذر لمين؟ لمصر اولا. اعتذر لمصر. انا اسف يا مصر. عصفور حبيبي يا ابني، ابني انت فين يا حبيبي؟ بقول لك ايه يا عم هيثم؟ ايوه. انا كنت عايز منك طلب كده صغير يعني. قول يا عصفوري. انا كنت عايز اطلب منك ايد كريمتك البت نتاشا المعفنه. بجد يا عصفور؟ بجد يا عم هيثم، اما كنتش حجاملك، حجامل مين يعني؟ طيب يا ابني ادينا فرصه نسال عليه. خلاص يبقى اعتبرني ما قلتش حاجه عن سلام عليك. ما تفتح يلا الف مبروك يا جماعه، مش عايزين حاجه عشان ورايا مشوار مهم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا بستخدم معاك احدث وسائل التعذيب. قمه العذاب والالم انك تشوف الميه نازله قدامك وانت عطشان ومش قادر تحصل عليها. هات ازازه يا بنت. ما كفايه ده يا سيدي. هات ازازه ثانيه. ايه اللي بتعمله ده يا سيدي؟ اولا انا مش عطشان، ثانيا انت اللي معذب نفسك وانت رافع ايدك كده وعمال ترمي الميه على الارض. على فكره عادي، هنجيب حد ينظف. هات يا سيدي بيت. هات امسك. هات. حرام عليك، ده ميه العطش. ماشي. اظن ال 220 فولت دول لو اتحطوا على ودنك هيخلوك تتكلم على طول. جايز يا تيسير باشا، بس حضرتك حط الفيشه الاول. انا مش قايلك تحط الفيشه؟ وانا مش قايلك ان دي اساليب بيتلت خلاص؟ بلاش اساليب صلاح نصر دي يا تيسير باشا، عشان مش لايقه عليك. انت من جواك خفيف، ضعيف. انت اضعف بكتير من انك تعذبني. انا اضعف من ان انا اعذبك؟ ايوه، لانك خايف مني. انا خايف منك انت؟ ايوه. انت خايف حتى تبص في عينيا. لا انا مش خايف ابص في عينيك. لا خايف. لا مش خايف. لا خايف. لا مش خايف ابص في عينيك. مش خايف. لا خايف. اهو بربشت. ما بربشتش، دي حاجه دخلت في عيني. حاجه دخلت بربشت. في عيني. بربشت. ولا بقول لك ايه يالا، انت مش هتخرج من هنا غير ما اعرف كل حاجه عن الرجل العنابي. تاني يا تيسير باشا، ما انا سبق وقلت لك قبل كده ان كل حاجه عن الرجل العنابي انا
هي كمان كان زمان شفيقة فقدت عذريتها. معلش يا حبيبتي، الحمد لله لسه بنت. بس انا هموت واعرف هما ازاي عرفوا ان انا اللي اخترعت الرجل العناب. لا ما انت اصلك مش حاطط ايدك على البرف، انا اللي عرفته. وهم وصلوا لك ازاي؟ انت عكيت بالكلام قدام حد؟ انا اللي وصلت لهم. يعني ايه؟ يعني على السكه وعلى الدغري كده يا زميلي. انا اللي بلغت عنك. وده اسميه انتقام مني؟ ده يا سيدي ممكن تسميه شدة ودن، كسرة عين. عشان اعرفك حجمك، انت كنت زمان قلت لي ان انت المخ وانا العضلات. انا حبيت اعرفك بقى ان المخ من غير العضلات ولا يسوى. المخ بيتاكل مع الكبده يا بيرو. بيرو؟ غريبه، اول مره تقول لي بيرو محاف كده من غير دكتور. ما انا بسيبك تقول لي عناب من غير استاذ. استاذ؟ لا فعلا استاذ. ما هو اللي يعمل الحركه بتاعت النهارده دي لازم يبقى استاذ عصفور. مفيش عصفور بقى، ما انت خلصت على عصفور، ضيعت مستقبله. من النهارده عناب بس. مش ده كلامك برضك؟ طبعا هو ده كلامي، بس في حاجه بقى انت ناسيها، ان الدماغ دي هي اللي عملت العناب، وهي اللي شكلته على ايديها، وقعدت تكبر فيه تكبر فيه تكبر فيه لحد ما جه في يوم من الايام وقف قدامها وبيتحداها. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان نفس الدماغ اللي عملت العناب ممكن تعمل 50 عناب غيره. كنت عملت، اقسم بالله لو تعرف تعمل لنفسك كوباية عناب كنت عملتها. انت حضرت العفريت بس مش عارف تصرفه. شيلني من دماغك يا بيرو. لا ده انا كده هحطك في دماغي. انا بصوم لك بالعشرة انك عبقري، بس طري فبلاش تيجي في سكتي، عشان لو جيت في سكتي انا هدوسك يا زميلي، هدوسك جامد. سلام يا زميلي.